السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناة عالم هبة. كرحب بكم من جديد، فيديو جديدة ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتلقاكم في اتم الصحة والسلامة وانتم كتشاهدوا دائما مع جديد المنظمات والادوات والابتكارات والاختراعات والاشياء المدهشة للمنزل، افكار وحيل لاستغلال اماكن ضيقة، ريفيو على هذه المنظمات، اشياء اللي هي مدهشة واللي غتعرفي عليها لاول مرة، فخليك مع تتمة الفيديو الى الاخر فغتاخدوا افكار اللي هي جديدة للمنازل ديالكم سواء للحمام او المطبخ او في غرف النوم. فهاد المنتوجات بالنسبة للناس اللي غادي يسولوني عليهم فغتلقوهم في بزاف ديال المواقع، من المواقع الاجهزة الالكترونية مثل موقع علي اكسبريس وامازون وغيرهم، وطلبوا المنتوج من هناك وغادي يوصل لكم حتى المنزل ديالكم. فهكا اغتنموا بالنسبة للعروض، فهي كتكون واحد العروض اللي جد مهمة، هكا يمكن لكم انكم تستفدوا منهم. اما بالنسبة لهاد المنتوجات فعلى العموم متوفرة في جميع البلدان سواء عربية او اجنبية. فبالنسبة للناس ديال المغرب خليوا لي التعليق لتحت فغادي نخلي لكم الرابط ديال الصفحة ديال البيع ديال هاد المنتوجات. فبالنسبة للبلدان فيمكن لكم تلقوهم في جروبات اونلاين على الفيسبوك، في صفحات ديال التليجرام، في ايكيا، في الاسواق العادية راهم موجودين دابا بكثرة. فكما شفتوا معايا ادوات واجهزه ومنظمات اللي كتسهل الحياه اليوميه سيغتو في المطبخ اللي السيده كتدوز فيه الوقت الطويل. فكما شفتوا معايا هاد الممسحه الرائعه المدهشه، شوفوا معايا الطريقه ديال التصميم ديالها اللي كتوصل الاماكن المرتفعه والاماكن اللي كتكون صعيبه باش تقدري انك تمسحيها. كذلك هنايا عندنا هاد العلاقات، بالنسبه هاد العلاقات راهم غير كيتلصقوا. كذلك شوفوا معايا هاد المبشره بالغطايه ديالها، فشي حاجه اللي كتسرع باش تنقي لك الخضر والفواكه ايضا. فهكا يمكن لك انك تلوحي البقايا وتمسحيها او تصليها. وحد الحاجه اللي في هاد المنتوجات فكل شيء كيتوفر على واحد الحجم اللي هو صغير، فهكا ما كياخدش معاك مساحه اللي هي كبيره. ايضا بالنسبه لهاد العلاقات فعلاقات ايضا بواحد التصميم اللي مختلف، فيمكن لكم انكم تنزلوا فيهم البانيويات، فالبانيويات كيكونوا كياخذوا واحد المساحه كبيره، فما عليكم الا تعلقوهم. كذلك هنا عندنا هاد اللصاقه، اللصاقه جد فعاله اللي كتلصق معكم بالنسبه للافريشه او الطابيات او غير ذلك. وايضا معنا هاد الشبيكه اللي بالبانيو ديالها، فانفو انك تقدري تسالي منها تغطيها بهذا الشكل هذا، شي حاجه اللي رائعه. فايضا معنا هاد التويشيات اللي يمكن لكم توضعوهم في الغساله، فهكا كيحيدوا لكم الخمله من الملابس. فايضا هاد الاداه اللي كتسدي الساشيات، اداه اللي فعاله جدا، شوفوا الطريقه ديالها اللي سهله. كذلك هنايا بالنسبه للبلاستيكات فهاد المنظمات يمكن لكم تلصقوهم وتعملوا فيهم هاد البلاستيكات، فشي حاجه اللي كتنظم لك المطبخ. كذلك هنايا منظم اللي يمكن لكم انكم توضعوا فيه السشوار، المعجول الاسنان، المشطافة، توشيات اللي هما متعدده الاستعمالات. كذلك ندخلوا لهذا المقطع واللي فيه اخر ما يكون بالنسبه للتريات من الكريستال والتصاميم اللي جد ممتازه. كذلك هنا عندنا هذه القطاعه اللي جد عمليه في تقطيع الدلاح. وكذلك هنايا عندنا هذا المنظم بالنسبه للسكاكين والمعالق والفرشات والمغرفات، فهكا كيجمعوا لنا الروينه والكركبه من فوق البوطاجي. فاللي وصل معايا لهنا ما تنساوش لي لايك، هكذا كتشجعوني بزاف بزاف، ما تنساوش لي لايك فهم مهمين ليا، كذلك انه باش يقدر الفيديو يطلع. فكنتمنى انكم تنزلوا ليا
للايك ديالكم وايضا التعليق ديالكم اللي كتشجعني وكتحمسني باش نجيب الجديد. كما كتشوفوا فوق هنا عندنا الطاجرات اللي متعددة الاستعمالات سواء للمطبخ او الحمام. كذلك هنايا فكره بالنسبه لمعجون الاسنان كيكون عرين يتقاضى، فهاد الاداه كتطلع لك المعجون بكل سهوله. وندخلوا ايضا هنا عندنا واحد الاضاءه اللي جد مختلفه بواحد الالوان اللي مثيره جدا. كذلك عندنا هاد المقص او القطاعه، فهي قطاعه جد عمليه كما كتشاهدوا معايا، ويمكن لكم تضعوها كما هكا يعني كترجع كسكين. كذلك هنا عندنا قطاعه ديال الدلاح، قطاعه اللي جد عمليه. فهنا ايضا عندنا واحد الاداه اللي كتنظف الحاجات اللي كتكون صعيبه باش تقدري انك توصلي لها. وندخلوا لهذا المقطع. بالنسبه لهنايا عندنا كيفاش تغسلي الغساله ديال التصبين، فتما كتوضعي بيكربونات الصودا، فكتوضعيها وتخوي عليها الماء سخون، هكذا كتخليها واحد شويه وكل شيء كيتنقى لك بواحد السهوله. كذلك هنايا عندنا واحد الشبيكه اللي جد عمليه، اللي يمكن لكم هكا تثبتوها في الحوض، فهكا تقدروا انكم تغسلوا فيها الخضار والفواكه، وايضا كتصفي لكم البقايا ديال الطعام، فحويجات اللي هما مهمين واساسيين للمطبخ. كذلك هنايا عندنا هاد الاداه اللي جد عمليه، فهكا كتعمل لكم كرويات. شوفوا معايا الطريقه اللي سهله وبسيطه. كذلك هنا عندنا واحد الطبيله اللي جد عمليه بالنسبه للوليدات اللي تيقراو او الناس اللي كيحبوا الدراسه والقرايه، فهكا يمكن لكم انكم تسرجيو، فهي كتوفر على ويفي، كذلك انها ما كتاخذش واحد المساحه نهائيا. وندخلوا ايضا بالنسبه لهاد الشبكه اللي جد عمليه، فكما كتشاهدوا معايا ديال القلي. كذلك هنايا عندنا كاس كهربائي لسخي المياه. وندوزوا بالنسبه للدولاب، فهاد العلب جد عمليه واللي كتنظم لك الدولاب بواحد الشكل رائع، فهي كتقسم على فواصل، فكيمكن لكم توضعوا فيها الشالات او الحويجات اللي تيكونوا هكذا صغارين. كذلك هنايا اغطيه بالنسبه للكنابي او الفوتوي اللي كتكون واجده، فما عليكم غير كتاخذوا القياس او العبار ديال الاساس ديالكم. كذلك هنا هاد الشبكه جد عمليه، فحاجه اللي زوينه في هاد الادوات انهم ما كياخذوش واحد المساحه كبيره. وندوزو نشوفوا هاد العلبه اللي يمكن لكم تنزلوا فيها المنظف ديال الاواني. كذلك هنا عندنا مجموعه ديال الاغطيه ديال السرير اللي بواحد الالوان جد مختلفه، ايضا كتوفروا على واحد الجوده جد عاليه. كذلك هنايا فكره بالنسبه لهذا الملصقات للسرير اللي يمكن لك انك تبدلي بهم الديكور. كذلك هنا ملصقات بالنسبه للزاويه، فملصقات اللي جد عمليه. كذلك هنايا منظف اللي جد فعال جدا، شوفوا معايا الفرق شاسع وواضح. كاينين بالنسبه للسياره وكاين المنظفات بالنسبه للزيوت، فيمكن لكم تطلبوا هاد المواد اللي جد فعاله من موقع علي اكسبريس. وندخلوا نشوفوا هاد العلبه جد كيوت اللي كيحبوها الاطفال ديال كيغدو، فاشياء اللي جد رائعه بالنسبه لكتشجع الاطفال باش سواء ينظفوا سنيناتهم او يحبوا اشياء اللي من هاد الاختراعات المدهشه، فاشياء صراحه جميله. وكنعشق انا نشوف هاد الفيديوهات، فشي حاجه اللي كنستافدوا منها وشي حوايج اللي كينفعونا في الحياه اليوميه بالنسبه للصغار والكبار. ايضا هاد الادوات كلها فعاله وممتازه، فكل حاجه لها دور ديالها سواء للمطبخ او الحمام او المنزل ككل، اشياء اللي كتساعدك على التنظيم على التنظيف على الترتيب، اللي
صراحة اللي وفرت لنا أيضا الوقت ديالها والمجهود والتمارة اللي كنا نضربوا تمارة سيغطو في التنظيف أو في الترتيب، فشي حوايج اللي سهلوا الحياة، فأشياء اللي كنتمنى أن تكون بواحد الأثمنة اللي جد مناسبة باش كل شيء يستفد منها. على العموم كنتمنى أنكم تكونوا استفدتم من الفيديو وخديتوا أفكار اللي هي جديدة للملازي ديالكم. ما تنساوش اللايك والبارتاج مع الأهل والأصدقاء، وأيضا تشجعوني بالتعليق ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف يا أغلى متابعين ومتابعات، ولهلا خديكم عليا، ونتلقوا فيديو مقبل بإذن الله. السلام عليكم.